وللحديث عن مستجدات الأزمة الاقتصادية ورهن النفط مقابل الحصول على أموال مسبقة الدفع، معنا من عمان الدكتورة هداب فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا بك أستاذ يونس. صفقات متتالية لبيع النفط بالدفع المسبق لسد العجز المالي وتوفير السيولة تقوم بها الحكومة، هل مثل هذه الحلول لها القدرة على حل أزمة العراق الاقتصادية؟ نعم. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني ما ذكرتموه في تقريركم في رهن النفط العراقي وبسبب يعني للخروج من الأزمة المالية، نعم هذا هو الذي حدث في هذا الوقت، وقد يعني نرجع أيضا بالفكرة أيضا في وقت سابق، لأن هناك هذه الاتفاقية كانت أيضا هنالك اتفاقيات معقودة مع الصين في زمن السيد عادل عبد المهدي في 2019 أيضا كانت تخص بهذا المجال. لكن لنركز الآن على دور الحكومة في ما انتهجته من مجموعة حزم اعتقدت أن هذه الحزم هي طريقة سريعة لمعالجة الأزمة المالية الموجودة في البلاد. وفي حقيقة الأمر يعني سندخل من مكان من مشكلة من أزمة إلى أزمة أخرى أكبر، وبالتالي سوف لن تحل الأزمات. إحنا لو رجعنا إلى موازنة حتى نعرف الأمور كيف تسلسل، نعم. لو رجعنا إلى موازنة 2021 لوجدنا أن النفقات التشغيلية بلغت 83 مليار دولار 2021. لو قارناها بال 2020 لم تكن بهذا الرقم، كانت نصفه 40 مليار دولار في 2020. بالمقارنة مع 2019 النفقات التشغيلية كانت 30 مليار دولار. إذا نحن في عام 2021 وفي هذه الموازنة لدينا يعني موازنة متضخمة بشكل فظيع بالمقارنة مع الموازنات السابقة من جهة، ومن جهة أخرى بما يمر به العراق والعالم بشكل أجمع من وضع اقتصادي سيء لا يمكن حله بهذه السياسات التي تم انتهاجها سواء نعم. في رهن النفط نعم. أو إلى آخره لحل الأزمة. نعم. طيب، شركة سومو لبيع النفط عرضت قبل أيام 4 ملايين برميل من خام البصرة عبر عطاءات فورية. هذه الخطوات التي تبدو كما يقول مراقبون أنها اتخذت على عجل، كيف نعم. يمكن أن تؤثر على مكانة العراق في سوق النفط؟ نعم، يعني ايضا اذا رجعنا يعني هناك شيء يجب ان ينتبه اليها واضعو السياسه الاقتصاديه، اننا في صدد موازنه 2021 احنا حددنا كميه النفط المنتجه يوميا 3 ملايين برميل و250 بالنتيجه هذا المنتج يوميا، بالنتيجه احنا من راح نزيد الى 4 مليون برميل يوميا. اذا هنا احنا خرجنا عن سقف يعني المتفاهم عليه مع دول منظمة أوبك، هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك سيحدث ركة في الأسعار، وهذا ما وجدناه في الفترة قبل أيام، يعني وجدنا أن سعر نفط بصرة وصل إلى 57 دولار للبرميل فيما نعم. كان سعر برنت وسعر غربي تكساس أقل بذلك بكثير، يعني أقل 4-5 دولارات، والحال هو لا يكون بهذا الشكل، الحال يجب أن يكون برنت أعلى، وبالنتيجة نفط بصرة يأتي بالتسلسل حسب النقوط الأخرى. إذا هنا نحن أمام يعني نقطة جدا مهمة، أمام نقطة أننا في حالة أن أسعار النفط أخذت بهذا الاتجاه، إذا هذا سيؤدي إلى حدوث اختلال جديد في السوق النفطية، وبالتالي أيضا في كميات النفط المنتجة، وهذا أيضا مشكلة يعني يجب أن يتم النظر إليها، وبالتالي الاقتصاد عموما لا يتحمل صدمات. يعني هذه الصدمة التي نحن الآن بها من تخفيض سعر العملة إلى الآن رهن النفط إلى آخره، نعم. نعم. هذه كلها صدمات اقتصادية، نعم. لكن الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يتحمل أكثر من ذلك. نعم. صفقة الصين التي تسلمت الحكومة ثمنها مسبقا لا ينذر بأزمة اقتصادية أخرى حال نفاد الكمية الموجودة من الأموال؟ عفوا سؤالك عفوا أستاذ يونس. نتكلم عن صفقة الصين التي تسلمت الحكومة ثمنها مسبقا، كيف يمكن أن نعم. تؤثر على حالة الاقتصاد في العراق في حال نفاذ هذه الأموال ونحن أمام متطلبات كثيرة في العراق؟ نعم نعم صحيح.
يعني هي هذا جزء من عملية الربك المالي الذي نحن بصدده الآن، هو جزء من هذه الاتفاقية التي احنا تم توقيعها بين الصين وبين العراق. يعني لاحظ انه هذه الاتفاقية يعني صار لها فترة، وبالتالي هنالك شيء أخفيت معالم هذه الاتفاقية ببنودها التفصيلية، وبالتالي كل ما وصلنا إلها بعض الأشياء القليلة جدا اللي هي التي سربت من هنا وهناك. يعني إذا رجعنا إلى كمية النفط اللي إحنا نعطيها إلى الصين، وبالتالي إلى كمية الأموال التي استحصلنا عليها في فترة سابقة، على سبيل المثال في 2018 فإذا حسبناه كان سعر النفط 75 دولار للبرميل الواحد. هنا المربط وهنا المشكلة التي حدثت، وهنا كان الأساس الذي أدى إلى تغيير سعر نفط بصرة إلى 57، لأن ما بين بعناه في 75 دولار، وهذا شيء يمكن كان غير معروف أو غير واضح، ولكن عدنا الآن وعدلنا السعر وقد اتضح وبان للناس بأنه سعر نفط بصرة في حالة ارتفاع. هذا كله سيؤدي إلى ربكة، وبالتالي سوف لن يحل المشكلة والأزمة المالية ولن تحل، لأن ما دام نحن بصدد نفقات تشغيلية 83 مليار دولار إذا ستبقى المشكلة قائمة. نعم. أشكرك جزيلا دكتورة هداب فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.